سعادة يلا لقيت اللي يرضيك دير النية فيها يلا سعادة يلا وما تديرش فيها فيلم هندي وبي اللي فيك او من الباص فضاعت السعادة بالرمزية فضاعت السعادة الحق في جودة السكن. الحماسة واستعمال لغة دارجة في التواصل، كل هذا شكل عامل أساسي في تعاطف المغاربة مع بن كيران. واليوم وبعد مرور تقريبا سنتين على تعيين عبد الإله بن كيران رئيس للحكومة، والشعبية ديالو نزلات، واش التعاطف مع حزب المصباح ورئيس الحكومة باقي ولا بدا كينقص؟ أجي ونسولوا الناس. بالنسبة للشعبية ديال بن كيران تراجعات وغادي في تراجع، علاش؟ لأن في أيام الحملة الانتخابية اللي كانت تدير هضر أول حاجة بمحاربة الفساد، مشى بداك المذهب ديال التيار الاسلامي وتعاطفوا معهم الناس كاملين مع حزب العداله والتنميه بصفه عامه على راسهم السي بن كيران. طبيعه الحال تراجعت بواحد النسبه كبيره لان الشعب كله كان كيشوف البرامج ديال بن كيران في الحملات الانتخابيه ديالو بانه عطى وعود المغاربه وثقوا فيه، وهذيك الوعود كلها ما تحققتش. الشعبيه ديالته والموضوع العام اللي كيتكلم عليه كل شيء هنا دابا، وعلى حسب ما كيتداول في الرأي العام بأن العمل ديالو متوسط وكيقوم باللي عليه وهو ما عليه والو بطبيعة الحال. ولكن من بعد ما خدا بزمام الأمور توضحات بأن داك الشيء كل شيء كان حبر على ورق، بالعكس عما زاد كرس داك الشيء. بالنسبة للزيادة لا في المحروقات لا في الأسعار لا في شحال من حاجة اللي كيبان لي أنه تراجعت وتراجعت بزاف. المهم باقي هو محافظ على المكانة ديالو، نتمنى ان شاء الله غيكون خير. الى حافظ على المكان يقول لك غادي يكون خير ان شاء الله. لا انا ما نصوتش عليه لان هذيك الوعود كلها ما تحققتش، وحتى واحد ما يبقى يثق نهائيا في هذاك الحزب.